النهاردة قررنا نشاور كده مع بعض على دعم ريادة الأعمال للسيدات المصريات، وموضوع مهم وشاغل فكر قطاع كبير منهم هو إزاي ممكن يستثمروا السوشيال ميديا والإنترنت والمنصات الجديدة لزيادة وتحسين دخلهم من البيت. إيه الوسائل الآمنة والمنضبطة والسليمة اللي يقدروا من خلال الإنترنت يعملوها أو يسوقوا مثلا لمنتجاتهم وشغلهم أو بعض المشروعات الصغيرة؟ الأسئلة دي هنطرحها النهاردة على ضيفتنا الكريمة في استوديو صباح الخير يا مصر، الأستاذة إيمان علي، مدربة أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، وإزاي ممكن نشتغل على الإنترنت ونسوق أعمالنا ومنتجاتنا بالنسبة للسيدات. أهلا بيكي، منورانا ومشرفانا. صباح الخير يا دكتور محمد، وصباح الخير على كل المشاهدين. بداية كده قبل ما نتكلم عن الموضوع، ميزة الشغل على الإنترنت، لأنه بقالنا فترة بنشوف تجارب كتيرة جدا وتسويق لبعض المنتجات عبر السوشيال ميديا وغيره. أهمية العمل عبر الإنترنت من خلال المشروعات الصغيرة. الحقيقة أن يعني لما فتحنا كده على عالم الإنترنت بقى زي ما بيقولوا كده، العالم بقى قرية كبيرة، بقى كل حد يقدر يوصل من خلال الإنترنت لأي حاجة هو عاوزها، سواء كورسات عشان يتدرب على حاجة معينة يتعلمها، أو مثلا يسوق لمنتجات، يلاقي وظيفة جديدة تناسبه ويتأهل لحاجة معينة. مش بس كده، ده الانترنت بقى يعني لو انا مثلا دلوقتي عايشه في اماكن نائيه او ظروف العمل في توقيت معين ما تناسبنيش، ممكن عن طريق الانترنت يبقى ده اسهل، ابقى بسهوله اقدر اشتغل في اي وقت. لو انا مثلا سيده عندي اطفال، ممكن مثلا في الوقت اللي يناسبني ابقى اشتغل وهكذا. فده طبعا بيسهل على كل السيدات ان هم يعني يحققوا دخل وربح يعني من عن طريق الانترنت، ويلاقوا فرص عمل طبعا تناسبهم اكتر. جميل. طب عشان نقرب الصوره اكتر بقى كده، نتكلم على شويه تجارب. يعني انت مدربه لهذا الموضوع حضرتك، وشفتي تجارب كتيره جدا لسيدات اشتغلوا وعملوا مشاريع صغيره ناجحه جدا، سوقوا لمنتجاتهم عبر السوشيال ميديا. قولي لنا بعض التجارب كده، عملوا ايه وقصص النجاح. خليني اقول لك كده كذا مثال. انا دايما احب اتكلم عن الموضوع من وجهة نظر ان هل السيدة يعني اللي عاوزة تشتغل عن طريق الانترنت دي تعليمها عامل ازاي؟ يعني هل هي مثلا ما بتعرفش تقرأ وتكتب، فمثلا عندها حرفة يدوية مثلا بتقدر انها تشتغلها، زي مثلا الخياطة، يعني نقول ايه، ابسط السيدات بيطبخوا مثلا في البيت، بس ممكن تبقى ما عندهاش يعني عندها شطارة ان هي تطبخ او انها تفصل حاجة معينة مثلا، بس ما عندهاش قدرة ان هي تبيع المنتج ده او تسوقه. فعن طريق الانترنت بتقدر طبعا تعمل كده. في حاجات كمان زي التريكو والكروشيه والحاجات البسيطه اللي هم السيدات بيشتغلوا فيها دي، والله اعرف ناس بقوا دلوقتي بيصدروا بره مصر، يعني بقوا بيدوب عملت اكاونت وبدات الحاجات. حضرتك عارف مثلا احنا كمصريين مشهورين بحاجات، يعني الحاجات مثلا هاند ميد والحاجات اللي احنا بنعملها دي بتبقى بره مطلوبه وبارقام كويسه، فتقدر هي حتى كمان تعمل عائد دولاري. بس طبعا ده في البدايه، يعني هي مش النهارده هتتعلم، بكره الصبح هتقدر تحقق ده. لازم طبعا نشتغل على نفسنا ويكون عندنا طبعا مهارات. لو حد بيسمعنا دلوقتي وسيده عايزه تبتدي تشتغل تعمل مشروع صغير على الانترنت والسوشيال ميديا تحديدا، تسوق لمنتجات معينه، ايه الخطوات المفروض تعملها عشان يبقى عندها القدره على تسويق مشروعها؟ بتساعديهم ازاي لو حد بعت لك؟ في البدايه لازم نبقى عارفين مثلا يعني حضرتك عاوزه تسوقي لايه؟ شاطره في ايه؟ اي سيده ممكن تسال نفسها هي ايه اللي انا اقدر اقدمه احقق منه ربح؟ زي مثلا انا زي ما قلت لحضرتك كده، هفصل شيء، هبيع منتج، هقدم خدمه، زي مثلا لو هي بتقدم تدريب اونلاين سواء بدخل او يعني بعائد او من غير عائد. لازم اي سيده تعرف بالظبط انا هقدم ايه؟ وبعد ما اعرف ايه البرودكت او السيرفيس اللي انا هقدمها، الحاجه اللي هبيعها يعني للمستخدم او هسوق لها، اشوف بقى انا هخاطب المستخدم ده ازاي، هخاطبه من على انهي سوشيال ميديا بلاتفورم، هتكلم معاه من اي منصه، من انهي منصه. ليه؟ لان طبعا اللي مثلا بيسمع منصه معينه مش زي اللي يعني طبعا احنا ناس مختلفين. هتلاقي مثلا فئه الشباب لو انا بستهدفهم في المشروع بتاعي، مثلا لو انا سيده وببيع حاجه هستهدف مثلا فئه الشباب بيكون ليها منصه معينه، بس مش عايزه اقول اسامي منصات. لكن انا بتكلم في العموم ان لازم احدد انا هخاطب الناس دي ازاي، ابقى دارس الجمهور المستهدف بتاعي ايه، وهخاطبه وهكلمه من اي منصه، هخاطبه ازاي. وبعد كده اقول بقى انا هسعر المنتج بتاعي بسعر منافس. لازم الاقي ان مثلا ده فلان بيبيع باكس وده بيبيع باكس بلس 1، فانا هلاقي مكاني فين ما بين الاكس والاكس بلس 1 علشان احقق سعر تنافسي وقصاده جوده،
وبناء عليه يجيني بقى الطلب للشراء، الحد اللي عاوز يشتري مني. ده طبعا احنا اي سيده طبعا بتوفر بقى طريقه للتواصل معاها، سواء بقى بالتليفون او بيبقى مثلا في فورم اونلاين بحد يملاها فهي تبعت له المنتج مثلا اللي عايزه تبيعه على سبيل المثال. زي ما بقول لحضرتك كده، في ناس بتصدر بره مصر، لكن في البدايه خالص كانوا مشروع صغير، وانا يعني بشوف ان الدوله يعني بذلت مجهود كبير في ان الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، فده طبعا بيساعد السيدات ان هم يعني لو انا دلوقتي في حاجه معينه عاوزه اتعلمها او لسه مش متقناها، لا في الاجهزه المعنيه بالكلام ده بيدربوا السيدات وسهل ان انا احصل على المهارات التكنولوجيه البسيطه دي ان انا اتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، ما هياش امر صعب للسيدات المصريه. سهله جدا. وهقول برضو لحضرتك حاجه مهمه قوي، ان في شركات بنقول عليها شركات عالميه موجودة على الانترنت بتدي للسيدة أو يعني لأي حق. أنا النهاردة عاوزة أتعلم مهارة معينة وليكن التسويق الإلكتروني، جميل. لأني عايزة أسوق للمنتج بتاعي، ده أهم حاجة. على سبيل المثال فهدخل مثلا يعني أبسط حاجة نقول إيه، جوجل مثلا بتدي شهادات في الحاجات دي ومجانية، فأي سيدة تقدر. أنا النهاردة خلاص حددت المنتج يعني عندي المنتج وعندي العميل وهخاطبه إزاي ووسيلة التواصل، عايزة بقى أحترف المجال أكتر وأبقى عندي أعرف أسوق أكتر للمنتج بتاعي، مفيش اي مانع ان انا اروح ادرس حاجه معينه اخد فيها شهاده، وخصوصا انها مجانيه فنستفيد برضو من الانترنت زي ما دايما بيقولوا كده، يعني هو سلاح ذو حدين. حضرتك مدربه امن معلومات وذكاء اصطناعي كمان، يعني الاي اي او الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الفتره الاخيره دخل فيه تخصصات ومجالات عمل كتيره، ازاي بقى ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في المشروعات الصغيره متناهيه الصغر؟ خليني بقى احكي لحضرتك، خليني اقول مثلا ايه مثال تشات جي بي تي، لان هو مثلا حاجه انتشرت جامد جدا الفتره الاخيره وفي منه نسخه مجانيه، فدلوقتي اي رائده اعمال او اي سيده تقدر باستخدام اي برامج الذكاء الاصطناعي، مش بس تشات جي بي تي يعني حاجات، انا بدي ده بس كمثال لان هو حاجه كومون للناس يعني، تقدر من خلاله تعمل بزنس بلان او بزنس موديل كامل، اللي هو من البدايه خالص انا بقول له بقى حدد لي الخطوات اللي من خلالها اقدر ابيع المنتج ده. طب لو المنتج ده مواصفاته كذا اعمل الاعلان بتاعه ازاي، قول لي ازاي استهدف الجمهور، كل ده بشكل مجاني. الاي اي عمل طفره في جميع المجالات، وخليني اقول لحضرتك ان تحديدا في مجال مثلا المشروعات الصغيره او حتى في مجال التسويق الالكتروني بقى دلوقتي بيقول لحضرتك ازاي تقدر تستهدف بالحملة بتاعتك في التسويق الجمهور المحدد. ده كمان بيوضح للسواء يعني بيوضح للمستخدم ازاي المنتج ده لو وصل للجمهور يشتري معاه ايه. يعني لو انا مثلا دلوقتي ببيع مثلا كوفية خلاص ده على سبيل المثال، فهو يرشح لي يقول لي اعملي كمان ايس كاب فعشان الاثنين يتباعوا مع بعض بسعر مناسب، هو بيقترح عليا حاجات زي دي، بيفتح كانه بيفتح مجالات شغل جديده جدا. وعايز اقول حاجه كمان، مش بس المجالات نفسها والمشاريع مش بس مقصوره على كده، ده في شركات دلوقتي كمان، بس طبعا لما الاي اي دخل ويعني المجالات بقى يعني بقى مستخدم اكتر، بقت الشركات بتطلب ناس عندها مهارات اكتر في الاي اي، زي ما سياده الرئيس كان بيتكلم على موضوع ان احنا نتعلم مثلا برمجه وعلشان ده المستقبل وكده، السيدات كمان يقدروا ياخدوا الكورسات دي عن طريق الانترنت ويحترفوا مجالات مختلفه، مش بس الحرف اليدويه، لا حاجات تانية كتير. في دلوقتي مثلا زي كنت بقول لحضرتك من شويه ان انا بقسم يعني تبع الليفل بتاع تعليم السيده تقدر تستخدم الانترنت انها تحصل على وظيفه معينه، ده في شركات دلوقتي بتستهدف ان السيده مثلا بيدوها كتب زي الكتب القديمه والجرايد والحاجات دي بيكتبوها بمقابل، يعني دي اظن اي حد يا دوب بيعرف تايب رايتنج مثلا بيقدر ان هو ياخد وظيفه زي دي، يعني في شغل اللي ممكن انا اقدر اشتغل من خلال الانترنت او من خلال العالم المفتوح قدامي والوظائف دي كلها، حتى لو ابسط حاجه ازود بيها دخلي. بالظبط. في بقى لو مثلا يعني لو اتكلمنا عن حاجه ثانيه مثلا ممكن السيدات يحصلوا عليها زي التدريب، ممكن اي سيده دلوقتي سواء هي عندها نوليدج او خلينا نقول ايه معلومات عاوزه تدي يعني تقدمها للناس او موضوع معين عايز تتكلم فيه، تقدر تعمل ده من خلال المنصات سواء بربح او بغير ربح. بس دي بتبقى معتمده، يعني برضو دي احنا مش عايزين نقع في فخ شويه انه اي حد ممكن يدرب الناس او يقول انا مدرب، لان الموضوع برضو محتاج لمنهج علمي يعني.
هو ده صحيح، لان كمان عايزه اقول حاجه، يعني الانترنت زي ما له طبعا يعني مزايا كتيره وقد ايه ممكن نستفيد منه، لكن هو احنا بنقول ايه يعني حفره ممكن اي حد يقع صحيح. فيها، فدي برضو مشكله ان حضرتك بتخاطب اللي قدامك ما بتبقاش عارف انت حقيقي بتخاطب مين. يعني ده في ناس دلوقتي ممكن يتخدعوا بالذكاء الاصطناعي، حضرتك بتكلم حد ويطلع في الاخر روبوت، يطلع قصه نصب. انا بسمع قصص ممكن تلاقي موضوع حد دفع فلوس وهو اصلا دفعها على حساب تاني بره مصر ومش واخد باله. بمناسبه بقى امن المعلومات، وده موضوع مهم جدا، الامن السيبراني وامن المعلومات، وحضرتك يعني متخصصه في هذا الموضوع، مدربه فيه، ازاي اي حد بيبتدي مشروع صغير من خلال السوشيال ميديا او اي بلاتفورم او اي منصه يعني يحافظ على امن هذا المشروع وتامينه حتى ما يحصلش اي نوع من الاختراق، ما يحصلش اي نوع من عمليات النصب الالكتروني اللي صحيح. احنا بنشوفها. صحيح، انا هوضح لحضرتك كذا نقطه كده، ان غالبا دي يعني مشاكل السوشيال ميديا من خلال البيع والشراء بتحصل. اللي بيحصل ان انا بشتري او ببيع من بشتري مثلا، انا كمستخدم بشتري من صفحه او بيج موجوده على الانترنت، انا مش عارف ده مين، فممكن انا احول له فلوس او يجيني منتج غير المنتج. فطبعا دي حاجه بتبقى من عيوب الانترنت او البيع والشراء على الانترنت. فلازم قبل ما اشتري من موقع معين او من جهه معينه أو من شخص معين، لازم اكون قاري وعارف وشايف الريفيوهات وعارف الحاجات دي، شايف المصدر ومتحقق طبعًا المصدر ده طبعا بشكل لانه أساسي. ببساطه ممكن يحصل عمليات نصب وانت مش عارف مين اللي قصادك في الموضوع ده. كمان احنا لازم، انا بقى دلوقتي مثلا عندي، انا سيده وعندي صفحه مثلا بقى عليها متابعين كتير وبدات ابيع واشتري واعمل اعلانات وكذا، طب انا لو ما امنتش الصفحه دي من البيزنس بتاعي ممكن يروح في ثانيه واحده. لازم ابقى عارف، ابقى يعني كسيده ابقى عارفه ازاي امن الحساب بتاعي بحيث ان انا ما يتسرقش مني في ثانيه. محتاجه اتعلم مهارات تكنولوجيه معينه بالزبط. عشان اعمل موضوع تامين الحساب دايما بالظبط، يعني حاجات يعني بسيط. حاجات بسيطه بس اساسيه. دايما اقول مثلا خلينا دايما نربط الاكونت بتاعنا برقم الموبايل بالايميل. الناس بتهمل شويه فكره الايميل دي، يعني يقول لك وانا مين هيخترقني وكذا، بس ما بندرش وما ما بياخدش باله او بتاخدش بالها غير لما الصفحه بتتسرب. بيجي يقول لك انا الصفحه دي كان عليها كل الشغل بتاعي، عليها كذا الف فولور، عليها كذا الف حد بيشتري مني، طب انا مستقبلي وكذا. فمن البدايه كده بحاول ان احنا نعلم الناس ده. الحمد لله يعني انا عندي ويب سايت، وانا يعني انا اللي عملته برضو، بدرب فيه السيدات على مهارات الاي اي والامن السيبراني وازاي يامنوا نفسهم من سرقه الحسابات والمشاكل، كمان مش بس كده، ده كمان من الابتزاز الالكتروني ومن الصور المفبركه وحاجات تانية كتير كلها تخص المراه يمكن يعني بشكل اساسي، لكن ازاي برضو يحموا نفسهم من عن طريق الانترنت بس في نفس الوقت يستفادوا ويحققوا يعني الممارسات الامنه للانترنت. طب لو خدنا منك كده نصايح كده سريعه في اخر الحلقه لكل سيده بتبدا تفكر كده تعمل مشروع عبر الانترنت او على السوشيال ميديا، تعمل ايه؟ 1 2 3 ابداي دلوقتي حالا، حددي ايه المنتج او الخدمه اللي انت عاوزه تقدميها للناس، حددي جمهورك المستهدف. دايما استعيني بالتكنولوجيات الجديده زي الذكاء الاصطناعي، اساليه واعرفي اكتر انت فين من السوق، اعرفي ايه الحاجات اللي انت ممكن تقدميها واحتياجات السوق ايه، وايه اللي من احتياجات السوق موجود عندي، وازاي تستخدمي الانترنت في ان انت بسرعه تنمي الشغل بتاعك. بس خلي بالك وانت بتستخدمي كل ده لحسن تقعي في مخاطر الانترنت. ايمان علي مدربه امن المعلومات والذكاء الاصطناعي، نورتينا وشرفتينا النهارده. ميرسي يا فندم، شكرا.